هذه العجينة من العجائن الأساسية عندي، مرة رهيبة، اعتمدوها عندكم. هذه اسمها عجينة العشر دقائق، تعجنها في العجانة، تتخمر 10 دقائق، تبدأ تشتغلون فيها. تصلح للصامولي، للبرجر، للبيتزا، للفطاير، المناقيش، يعني لأشياء كثيرة تقدر تستخدم العجينة. مقادير العجينة: طحين، سكر، خميرة، ملح، محسن طعام اختياري، حليب، زيت، موية. لحشوة الفطاير: خلطة أجبان، جبن مازريلا، جبن عكاوي منزوع الملح، جبن أمانيتال أو تشيدر هو اللي يعطي الطعم، وبقدونس. للتغطية: سمسم محمص وسكر مكرمل مع موية، ممكن تستبدلونه بدبس التمر أو عسل أسود. نفرد العجينة باليد، بعدين نحشيها بأي خلطة أجبان عندكم. نقلب العجين في سائل التغطية، شوفوا الشكل، بس يجنن. بعدين في السمسم محمص، ونشرطها 3 شرطات. راح استخدم افضل خبازة للمعجنات والفطائر والبيتزا، خبازة هوملي.